شرفتوني ونورتوني بتواجدكم معي في القناة. أرجو أن تلقاكم فيديوهاتي وأنتم بألف خير وبصحة وعافية. إذا نلتقي بالجميع في هذا الفيديو الذي سأقدم لكم فيه كل ما هو جديد. تابعوا معي الفيديو إلى النهاية لمعرفة كل ذلك. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، تفضلوا. اهلا ومرحبا بكم احبائي مره اخرى في قناتكم قناه تي في فريكونسيز. تحيه كبيره مني اليكم وشرف كبير لي حضوركم وتواجدكم معي في القناه. شكرا لاصحاب التعليقات الجميله، شكرا لكل من يدعمني، وشكرا لكل من يشجعني ويترك لي بصمه جميله، شكرا لكل من ينشر فيديوهاتي في مواقع السوشيال ميديا. انا ممتنه كثيرا لذلك وانا سعيده فعلا بكم، ودائما تدعموني للامام وتدفعوني للعمل والمزيد وتقديم المزيد والجديد. لأن نبدأ في الفيديو، صلوا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذا كما قلت في مقدمة هذا الفيديو سأقدم لكم تردد يقدم لكم 40 قناة فقط على القمر الصناعي النايلسات. تابعوني فقط لأن القمر أصبح يقدم مفاجآت رائعة، وهناك مفاجآت جديدة في انتظاركم على قناتي في فريكونسيز. من القائمة الرئيسية المينيو نختار التركيب، ثم نذهب إلى قائمة الترددات تي بي، ثم نضغط على زر إضافة التردد وعندي باللون الأخضر كما تلاحظون على الريسيفر. تابعوا جيدا معي على الريسيفر، تردد 40 قناة على القمر الصناعي النايلسات، التردد 10853. معدل ترميه 27500 والاستقطاب افقي H. نقوم بحفظ هذا التردد بالضغط على نعم او اوكي. ثم نضغط على زر البحث. هذا التردد كما قلت حزمة عامة ويقدم قنوات كثيرة، من بين القنوات الجديدة قنوات كوين اكشن وقنوات شوف دراما، شوف سينما، شوف سيما، وشوف حكايات، وكذلك قنوات كوين أكشن، كوين دراما، كوين سيما، كوين سينما، وكذلك قناة بعطوت كيدز، وقناة الخديوي، وقناة رمضان دراما، القناة الجديدة التي ستقدم لكم مسلسلات عربية في رمضان على قناة رمضان دراما، كذلك قناة السلام قرآن وقناة السلام سنة. كذلك التردد 10853 يقدم قناة سكار تي في الشهيرة بأفلام الرعب، وأصبحت تقدم أيضا عروض للمصارعة. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي المشاهدين والمتابعين الأوفياء. لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أقدمه من ترددات جديدة وقنوات جديدة. أرجو دائما أن أكون عند حسن ظنكم، فقد تابعوني ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما وتشجيعا لكي أستمر في تقديم المزيد والجديد، ولا تنسوا التفاعل على الفيديوهات وزيارة قناتي وتصفح جميع الفيديوهات، لأن هناك فعلا ترددات جديدة قدمتها لكم. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.